باسم الفن هو مشروع ثقافي أطلقه الفنان ماندوي سيليستي من أجل ترقية الفن التشادي بصفة عامة والموسيقى بصفة خاصة، وعليه جاء تنظيم هذا المؤتمر الصحفي لعرض حصيلة عمل المشروع الذي أطلقه منذ العام 2020، حيث شمل المشروع تدريب الشباب في مجال الموسيقى إلى جانب معرض الصناعات التقليدية للنساء، خاصة الفخار بقرية قوي، وجولة ميدانية شملت العديد من المدن الكبرى بالبلاد. وننوه إلى أنه في إطار المشروع باسم الفن سيتم إطلاق الألبوم الجديد للفنان ماندوي الذي يحمل اسم جمال بلادي.